فهد عشت فهد طارق يا بعد روحي طارق قروشت انا معاك الله يقروشك يا سعد صوت ورعاني تبتي تبون لي يتزوج ها نفذ 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 يا سعد نفذ 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 اسمع 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 مكان راقي في ناس راقيين ايوه احنا في مكان راقي يا اخي زوجي هنا راقي وكذا مو شغلي اسمع طب اسمع اسمع فطور فارس انت فطور فارس لا في الميزه حكم رابع تقفل بثك تجيني الحين طب اسمع اسمع نعم اسمع ايش رايك اقول لك كلام حلو لا لا ما بيك كلام حلو الله يستر عليك طارق صرت تداوم طرقي يحسب انه بس ما بدي عليه طارق لا يحسب انه بس يوم يقول الله يستر علي يا ولد هاي يا سعد اعطني حكم يا اخي اثبت قروشي باخذ حصانه طب اسمع اسمع ها تروح معي وين اروح معك ماليزيا تو جاي من تايلاند تروح ماليزيا ايش عندي؟ يعني ما يمديك لا والله ما يمديني يا سعد مادية زفت ها؟ مادية زفت لا والله ما معي اجازة هم؟ طارق ما معي اجازة خلصت اجازتي انا امانة اي والله من معك؟ من بروح معك يا سعد؟ بطل مطر وجهك طيب خلاص يلا لبى قم حصان ها؟ تم تم وجهك تروح معي ليه؟ ما يجي دوس وروح بعدها عند نوسة ليه؟ ها؟ ليه؟ لازم اروح ماليزيا ايش عندك؟ شغلة مهمة مهمة بزنس لي نصيب فيها؟ والله نصيب يرد خسائر التكل ذا حبة تروح ماليزيا بس يمكن يعيشك سنتين قدام كم يوم؟ يومي يومي في ماليزيا ايه كم يوم في ماليزيا؟ لا نجم ماليزيا تكب دبي ليه؟ 4 أيام فيها ليه؟ لازم طيب وندزع جدة ناخذ بجدة يومين طيب من بعد ندزع عند موسى هاجر روح انت خلص امورك اللي في ماليزيا واللي في دبي عقب اضرب معك كيف 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 خلص امورك اللي في ماليزيا ايوه خلص امورك اللي في دبي ايه ولا عودت علينا اخوك من جدة اجيب جدة انا انا ابغى اندلسي تمام متى؟ متى؟ اليوم بكره متى؟ حلو يلحق خدي على بدايه شهر ثلاثة بقى ليه؟ بعيد ما بتصبر؟ انا املك في شهر اجله ما اقدر اعطيني رقم عمي بالله تروحون يا اخواني اذا تزوجت اعطيني رقم عمي يا اخواني اذا كملت نصف ديني تروحون الله يسعدك شكرا ولعب بطنك ها اوكي ولعب بطن ما هو قدام ما تقول الكلام هذا نبي الادب والله من فقدت خمسة الله يسعدك انا اذن اظن اللي فيها طعمه خمسة يا ملوح شويه فنان المشكله فيها خضروات كثيره بس ما تجوز ايه صوصات ما صوصات
لا يا ابو ما تنام وانت بيشه فيها زي كذا جدا فيها ايه وبيشه ها بيشه ايه وفيها عندنا بيطالة اه طعم عندكم كبلها طالة أبدا ما بديك رأس لكن بقى طعم طعم عادي ولا بعدين شوف في تامة إذا لقيت مطعم فيه ديكورات وتصميم ملعون جد يجذب نظرك وانت معدي منه إذا شفت الجدران قد طق لك والبويا قد شقشقت جاية والله الذي لا إله إلا هو طعم طعم إن الاختيار صح طبعا الحين الناس يهتمون بالشكل أفضل من الطعم هذا غلط لا تهتم بالمنتج بعين ديكو أنت قبل التجارة تدري ان العيون تاكل مثل ما ياكل البطل؟ العيون تاكل بعض الناس يشبع من عيون العيون قاعد تاكل حبك يا ابو جابر ايجي؟ تاكل حبك زبس ولا لا تمزني صحيح انت تحت بعدت جنب بعض سلامة يقول تصدق لا يكون ناس يوم نسك ناس يوم نسك لا يسوون ايه لا لا كلاسيكي حذروا الحين باك والعدو ناقع حبيبي سناي والله مزين صلعتك روح الصوت وقتي سمعون هزين شلون؟ جو دوام ملك أحس إن شبعنا من الكبد. الأحسن يعني. لا بقى. الله يعزنا. حتى المعصوب. أما معصوب في جدة يا ولد ما له حياة. صح. وفي القرموشي في محل عشيق. ما أدري الخميس فيها قرموش صح؟ أنا في حياتي ما قد ذقت. لو البزر تسد حلقة ما هو يا ربي لك الحمد هل إيش الإنسان ذهي لا شبع جاء خمول إيش ما تدري أن الإنسان متى يجي خمول يقول لك أن في جسمك كم خلية وايد في خلايا تنام في خلايا ترى عشان كذا الانسان لين يجي قمول لان الاكل هذا من الكبده اذا اكلها تحتاج على ايش؟ البطن والعروق حقها ما عاد ما عاد ينتج حيويه ورياضه وكذا ما عاد لين تتناظم بعدها خلاص تشتغل ولا حسب خبرته يعني طيب وش علاج تدري ان الكسل بتعود من النبي صلى الله عليه وسلم الكسل إذا غمرت في شرف مرور فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت ستبكي شجول الفرس ونهر صفائح دمعها ذاك العيون قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارى في النعيم سلام عرضي تصحى ايش معنى هذا؟ والله بعدين أعلم معنى بطن الشاعر كيف؟ ولد عبد الله خماش عبد الله خماش عبد الله خماش اكتب امانه اكتب اسالك بالله انك تكتب عبد الله وش قال عبد الله يا اخواني ما قدرت اطلع شوف كيف يتفلسف
والله أنا عندي معلومات، لكن المشكلة ما هي المعلومة، المشكلة إعطاء المعلومة في ترتيب المعلومة. الكمبيوتر وين؟ هو وين راح؟ ما هو المشكلة في عبش. يا ولد فعلا، إذا أنت رجال أكتب، رجال أكتب. يلا ولد الحمد، الشاهي باقي يجي، باقي شاي. تعجبني معقول، وعافية والله العظيم والله أنك تلقم بدي يا رجال. يكون عادي السناب عندي عادي سمحولي. أخواتنا طبعا الله يعطيكم العافية. شكرا يا عبد الله خماش على البقر. بس لو تخلي بوك يبيع علي الجوز طال. كلم بوك يا ولد قول له يبغى يبيعك صاد. الله يخلي لك ان شاء الله. بس شوف لك. وين؟ بروح أغسل. إيش إيش؟ كلم أبوك يعطيني أغسل. تم 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 عادي. تعال عبد الله خم قلت له خل ابوك يبيع علي الجبس الصاد. تعرف الباباني اللي معهم يعني ابوي ولدي ارحب يا ابو سيد مرحبا بك.
يا مرحبا والله مسهلا. سلام يا اخواني، كان كاميرا جوالي هذه خربت كذي، كانها غدراء صح؟ يا ريت مثلك يجي رجال عند الملاقى ونسوي ايوه العلوم الاخبار. صبر صبر صبر، اسمعوا اعطوني بس دقيقتين، بس برسل واحد حاجه بالواتساب دقيقتين. تعال خنت قهوة. هاي محمد، حار ولا بارد؟ حار ولا بارد؟ سبحان الله، أنا الحين متميز عنكم بحاجة واحدة، يعني مو متميز، بالعود بالله قصدي ليش سعادتك، والله مو تكبر رب الكعبة، بس عندي خبرة، يعني أتميز عليكم بخبرة عندي، عشان عندي صاحب كوفي فات. السلام عليكم، صبحك الله بخير. سعودي يمن ونعم سبعت أنا. عطني 2 في 16 استرب لا حار بارد. تكفى بسوي نفسي خبر لك محرشت اخوك. اسمع ايش اسمه هذا، اخذ لك صوره؟ لا 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 بكر. البنوش في اثيوبي، في كولومبي، وفي الكولومبي مجفف. اخ عايز انت حموضه ولا لا؟ ايوه حموضه كذا اثيوبي. ايه موت نسيتها. خلاص لا استكتر عني وعن والدي يا ربي يا كريم. شو اسمه؟ اثيوبي. وفي بيرو، البيرو البارد قال لك فيها مرارة وكذا كارثة. لا ما فيش مرارة ها؟ البيرو ما فيش مرارة. عطني مرارة خلاص. اثنين بارد ها؟ خلاص واحد مويه. هنا ولا ايه؟ هنا يمكن. تسلم الله يسعدك ان شاء الله. سم عادي خلنا معك. تسلم الله يسعدك يا حبيبي، شكرا لك. يس هذا اللي كنت ابغاه انا من زمان. ترى القهاوي يا اخواني، القهاوي هو قال يبغى يتصور معي، والعياذ بالله من الكبر يا اخواني. حبيبي حبيبي انت بتصور معي ها؟ ما شكرا ما انكم حرشت اخوكم. هو يقول يبا لف يمسك جوالي، شو اسمه يبا يصورني بجوالي انا. لا اله الله، كهبتوني بموقف محرج.
القهاوي يا اخواني شو اسمه ترى فيها انواع. تدرون في شخص شو اسمه يذوق طعم رشفه واحده يمكن ب 5000 ريال 6000 ريال رشفه واحده. مرحبا يا مستوى، اقسم بيات الله والله انه يذوقها الرشفه الواحده ب 5000 ريال. يعلم قهوه كويسه ولا كويسه. وايضا شو اسمه مرحبا بك حتما لعلكم ما اقدر اسحب على الرجال اللي بقى سلامين. يا مرحبا بك حبيبي. اهلين سعودي. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله حياك الله. الله يبقيك يا مرحبا. حال حاتم الحربي بالاعلامي حاتم الحربي بالنجم حاتم. طال عمرك طال عمرك انت. مرحبا بك يا اخوي الله يحييك. انت على ظهر سالفه يا شيخ، بعلمهم سالفه. ابد اسلم، افيدهم وافيد اللي عندك ايضا وان شاء الله تستفيد مني. فايضا نتكلم عن نوع القهوه، عن نوع القهوه. فايضا يا اخواني لا تحسبون القهوه في اثيوبي كولومبي طايفي، لا امزح، اثيوبي كولومبي برازيل، لا. الكولومبي فيه يمكن 66 الف نوع. في كولومبي مجفف، في كولومبي بالتوت، في كولومبي مدري وش. ايش فيك؟ فاللي يبغى حاب اني اجرب له بحسب الجغمه، يعني اطعم بالجغمه واحده ب 5000 ريال زي الرجل هذا. الله يرزقني ويرزق مني. بس مرحبا بك اخوي حاتم. في الشغله هذه حلوه. نتكلم عن ال شو اسمه انواع القهوه. بشتغل زي كيف؟ لا تقطع رزق اخوك. يلا حيه. يعني علمنا. لا بنسى الشغله دي والله. حلوه. والله بخير، عساك طيب. كيف الحال؟ عندك الشغله دي راح تبت جاكو. يا اخي لازم يا اخي، مستحيل لو اوصل اهدافي واوصل مبتغاي اني اتركه، مستحيل ابدا. حي والله ذا الراس، حي والله ذا الراس. ما شاء الله عليك، من يمين ويسار، الله يطول عمرك. يا علم ذاك. جاه ربي. اسمع. اسلم. دي رحت لها شو اسمها كندا ولا؟ النرويج ما شاء الله تبارك، الورعان صار اخوانك. اي نعم طال. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. كم قعدت فيها؟ شهر. بالعوال كله. اي بالعوال. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب شو اسمه وكيف غاليه رخيصه؟ والله غاليه، ترى غاليه هي. غاليه جدا. لكن يبي لها ترتيب. ترتب لها تطلع لك يعني حلوه. يعني اللي بتكي فيها اسبوع كم يخسر؟ اذا تحجزهم بدري بتطلع عليك ما يمكن 15 لحالك. ايوه. يمكن حدود 15. إذا قد بقول فيها 15 20. إذا بقول فيها أسبوع 15 20. تقول لي أسبوع على حسب الطيران والسكن والأكل هناك. إذا أنت بجايب عزبتك معك فتفرق، إذا أنت تأكل من مطاعم. نعم مرحبا بك أخوي محمد. الله يطول عمرك. الله حاتم. هلا وجابر. مرحبا. يبقيك ما شاء الله عليك، ما أكبر صوتك ما شاء الله ما شاء الله. ايش قصدك؟ انا باقي صغير. هو عبد الله خماش باقي علينا. تعليني اقول مخبر صوته. طيب عبد الله خماش بيج فانز لي. وبيج فانز لي انا. ايه. وانا راح ثلاث بيج باقي بقى. اسمع. اسلم. عود بالله من الشيطان. رجع قاعد في النرويج شهر. اي يا ولد. بسم الله. ولد كيف النرويج؟ النرويج حلوه. كارثه. والله كارثه. اجواء وامطار برد صح؟ والله برادها حلو. هي باردة لكن لو بتلبس ما راح تحس بالبرد مرة. يعني عادي. ما في ذلك الهواء اللي يشخف. طيب وأمان؟ أمانين. أمان. اسمع. أسلام. إيش اسمه؟ وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وكم خسرت في الرحلة هذه؟ والله واجد. تقدر تقول ما هي بخسارة، ما هي بخسارة هي. ما هي بخسارة والله. يعني حدود كم يعني عشان الناس يطلعون بعوالهم شيء؟ يعني مثلا انا بطلع بعوالي يعني بامي وعائلتي، يعني كم خسارة؟ فرق ما اذا انت بتقعد شهر. ايوه على حسب المدة اللي بتروح لها، على حسب البيوت اللي بتاخذها. بقعد شهر. فوق المية. ايش؟ فوق المية. 100,000.
ما يفسهم ولد 100,000 مثل ايش تاخذ امك تاخذ جدتك معديه وتاخذ جدتي بجيش ام جيش اي امك معديه صح ايوه حياتي والله اني انها مثل امي تفضل على خشمي طب تصورين اللب الله ايش فيك تضحك؟ اوزو بس ولعب قبل شوية قبل ما تجي يا حاتم قبل ما تجي يا حمد جابر مسوي لي حجوني العامل هنا يشتغل يمن معي كنت ماسك الجوال قال ما يدي بصورك يعني قصدي ايش بخجولي ويصوري بجوالي فهمت حسين يا بتصور قالوا يا اخي حرام عليك يبي يصورك وانت تكبر فروح اسأله قلت حبيبي انت بتصورني قال لا 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 حبيبي اجلس انت كيف قالوا محراج محراج ما دروا ما دروا سعد علي بينافس كريستيانو رونالدو طموحك عالي والله يا سعد الله يطمحنا بالعافية اسلم رغم الحكم ها ابد وصل 2000 على خشم ايش هو 2000 اي شوف ضربه شوف واحد يعني. اثنين انا تحرج اخوك ثلاثة طاقيني ما طاقيني وش زديها شوية زديها شوي زديها شوية زديها شوية بدأس وقفتها وقفتها شفت عارك الحمد لله تاخر والله بيض الله وجهكم ما قصرت الله يطول عمركم طيب اسمع يعني اللي بطلع بعواله يا ودي بخسر 100 على حسب انا طالع 7 اشخاص يا تكارد يا اخوي يا اخي شوف حدث العاقل بما يعقل يا اخي اسمع شوف شوف لا 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 حق الموت ورد شوف انا ما عندي مشكله مش لك ام صوت استانس بس وحد المعقول يعني 100,000 ليه بس طيب انت قاعد تتكلم عن طيران بكم قاعد تتكلم عن سكن قاعد تتكلم عن سياره قاعد تتكلم عن اكل شهر كامل عن فعاليات عن العاب انا شيء واجد يا اخي اشوف انها جدا جدا مبالغه والله شوف انا اشوف ما راح مستحيل اني احسد تمام ثانك يو حبيبي الله يسعدك تسلم الله يعافيك بس يعني بس يا اخوي شو اسمه الا اذا كانت الدوله غاليه هي الدولة غالية ما أقول يا لو تديني بخسر 100,000 نظرا تتبرى مني مالك لأن ترى شيباننا أبويا أبوك أمك أمي وكل أمهاتكم بعد كلكم أمهاتكم ترى قبل ما كان عندهم زي الأشياء هذه يعني تطلع تتمشى في النرويج 100,000 60,000 70,000 فهمت كيف يعني زي ما تقول العقل مو نفس عقليتنا ذا الحين صح ما إيه. كم ما يستوعبون الكميه نعم نعم الزمن تغير كل شيء تغير صادق بس انت قاعد تتكلم لو تتكلم لحالك تسافر لحالك تروح تجي لحالك تقدر تعيش يا رجال وش ب10,000 تقدر تعيش هناك اذا عليك انت صح اي لكن تتكلم عن عائله انت بطلع بعائله كامله عائله كامله ما انت عايش نفس عيشتك انت لحالك اسمع ما شاء الله الوالدة مديرة لا لا
نفعل ابو جابر، نفعل ابو جابر. امان اسمع بالله الوالد مديري؟ لا ما هي مديري. هم انهم يكذبون يا اخي، ليش تكذب يا اخي انت وياه يا اخي؟ يا ريت مثلك يجي رجال. طيبة طيب رجع. روح يا سلام. اسمع طيب ايوه بالله صح والله يا حاتم اني مقيمك، علمنا وش اصعب موقف صار لك في النرويج، يعني موقف صعب صار لك في النرويج. يا شباب المواقف الصعبه هي باللهجه بس، انا انجليزي عندي لك عليها شوي. لا لا ما اقصد باللهجه، اجل اقصد موقف يعني تعرضت سرقه حاجه اصابه شيء منه. لا يا رجال انا اخوي مجتمعهم ما شاء الله تبارك. لا لا هي هم ما عندهم حركات ذي مثل بقية الدول بتخاف يعني. عجل تخلي اهلك ما عندهم عادي لا سرقه ولا ذي ولا ذيك، بالعكس مجتمعهم مره من امان وخذ راحتك بس يا اخي. مره واحد من اخواني راح لشو اسمه مبطي قبل يمكن تقريبا 9 سنوات او كل 6 راح لاندلوس يا شهر العسل عرفت؟ هو يا عيال الزبده السواق الميده راحوا كذا مكان زي الغابه وكذا، الكلام هذا العصر. قال ميده السواق شو اسمه لا يجي المغرب يجي ظلام في الغابه وانت منتبه عندي، لانه اذا جاء ظلام يطلعون زي ما تقولون ناس حنشه. ورحنا ابليس. اي ورب الكعبه يقلب لك زي موكلي زي طرزان، فهمت كيف؟ اوكي. الزبده طلع من السلامه قال خلاص ان شاء الله. ما اعطاه اهتمام كذا مره ان شاء الله، قال اوفر دام من ذا الكلام. الزبده يوم غيبت الشمس الرجال يبغى يمشي والشارع بعيد، اللي يسمع ورب الكعبه يا حاتم حلف لي والله اخوي فوز اعرف لو يقول ميدي هذا مو قهوه هذا عصير سنتوب اصدق الامان اللي فيه ودي انا كذبه. الزبده طلع عمر سلامه قال يوم جاء المغرب يقول له اسمع فوز اخوي ايش اسمه خرفشه يمينه وخرفشه يساره وخرفشه ذي تعود طلع عمر سلامه رجع مفكها سبرنت يا حبيبي سحب على عياله سحب على قسم بالله ذاك اللي انه غطى على سلك قال ليش سحب عليه استحى على وجهك استحى سحب سبرنت ايش اسمه دزوها طلع عمر سلامه لين قرم الشارع عاود يرجعوا كلهم كذا عرفت لي زبنهم الشارع والله اني صادق اللي عندهم في الليل مو كويس. انا اشوف اني عادي الرجل اللي مثلا يتمشى في الليل تمشي وقتك من الساعه 7 الصبح لين عصر. ما تدري النرويج ما فيها ليل، الوقت اللي رحت فيه انا ما فيه الا ساعتين الليل، وما هو بليل الليل لا تغيب الشمس يصير زراق اسمه بس ترجع يعني ساعتين بس ليل وخلاص. لا لا الوقت كله نهار. اسالك بالله اي والله من الساعه تقريبا جت 12 خلاص يبدا ليل لين الساعه 2. يا ريت الله يسعد امك الله يسعد امك والله تصبي. اسمع لا ما عندكم ليل ما في الوقت اللي رحت فيه انا ما في ساعتين الحين لا اتوقع الحين بدا من الساعه تقريبا 6 يبدا ليل عندهم خلاص ما عندهم ليل الا ساعتين بشت يا ولد الوقت كله ليل عندهم ست شهور ما يجي يوم ليل لا أجل. 6 شهور ليل عكس كيف لان هم منطقتهم على مدى كيف على خط الاستواء نص الكوكب انا شو اقول كذا بني جاب لا صدق هو جاب القطب الجنوبي مرتفع زي طول عمر السلامه هو نقطه تحول الساعه تحول الشمس الكره الارضيه تدور صح ولا هو هنا الكره الارضيه شهر تجيب كذا مايله وشهر 6 شهور كذا 6 شهور كذا الله عليك ابو جابر الله عليك وهم وين مكانهم 6 شهور هم بالنقطة ذي ولا شو اسمه عندهم شيطان ولا يجيهم ليل ما يجيهم ليل بشتى طول الوقت ليل وثلوج كآبة يا رجال بشتى وعلى الحرم يسكن قمرة وجه الله. طيب مثلا طفى الكهرب ما في ناس كم ما في أحد ما في إلا سمك مخلوقات
البطل يقدر. ما عيل ولا انا اثر ما فيها عرق ولا فيها عرق فيها بس قليل اكثر شغل كي بكتب القطب الشمالي وشو هات قصدك القطب لا النرويج بعد نفسه النرويج 6 شهور ولا لا هي يومين يومين هي وش لا نفسه 6 شهور نفسه وين تظن تسوقون شهور الديوالي اي والله يا الله نفسه النرويج كشي تسوق مالك ما في احد فيها أين القطب الشمالي؟ وش عارف هي حول القطب الشمالي النرويج ما بلت سلب قاعد نمشي 13 شوف طيب مين اللي صور الكلب يا ذو؟ أنت رايح باص 13 يعني زي ما تقول ناس صوروا ومحتوى ومشوا زي كذا اللي صور ملعقة أكيد صور شافي أيوه هو في أبي تجي سماعها كذا خضراء ها بس سماعها أخضر أي هذه تجي هذه على نهاية النرويج فيها الشفق القطبي هذا هذا ودك تروح بس بشتى عشانه قريبة النرويج من القطب الشمالي اي بالله عليك كم ساعة من الرياض انا رحت لابو ظبي من ابو ظبي على المانيا من المانيا رحت على السويد ومن السويد اخذت سياره ورحت للنرويج انا طلعت فكري على الرجال هذا بدري يقول باقي والله ما رديت حط ملف في الدرج حلو لا يا ولد ناخذ لنا فوت ترك ما هو فوت ترك كرفان عليك لو سريري ونفر العالم كامل مجهول الله يبارك فيك والله العظيم انه رايي يا ابو جابر ايش رايك اجل مني الى سويس رايح بالسياره اسمع اقول لك شيء والله في واحد راح على هلوكس رايح اركب له كاميرات حقه باب اركبها من فوترك من برا بعد عشان اذا بتجلس برا تثبت من برا اذا تجلس جوا تثبت من جوا ايش عندهم الوناس يبغى لها دعم مادي اعرف هذه اعرفها في دم ما تتعدى يا اخوك الرياض لاقي جاك الطهش والزحل والنفسيه والديم والله العظيم انه راي عزبتك معك واغراضك معك وبس عب بنزين وامشي يا كذاب يا رجل يا رجل ديزي ما تعب بعد إيه؟ اللي على اليمين ولد نعمه واضح صح هذا لا مو بنت ذي ولا ذي الزبده سواء ذا ولا ذا بنت صادق عادي والله راح واستانس يا سعد اشهد بالله الدنيا فانيه اشهد بالله شهاده حق اني اقولها وانا صادق اني ما عمري خليت شيء بخاطري طلاقني يحب الرجال يتمشى وينبسط ويستانس اخو عبد الرحمن كني خليت خاطري ها لا ما ايش دخلك انت تقول هذا النعمه وانا والله ما دخلت شيء بخاطري لا والله لا والله ما اقصدكم رب الكعبه والله كلام انا صادق يا حاج ينبسط حاسس ابو جابر قوي ايوه في الامه يا اخي استانس الحياه مره واحده عز الله مرة واحدة اي والله السانس ولعن ابو الدولي روح علي الحرام اني ابدل وناسه على النوم حتى النوم هذه انبسط يا رجال بالعكس النوم زين بعد بس انبسط بالاشياء اللي ترضي الله سبحانه وتعالى ترضي رسوله ترضي والديك ترضي نفسك شيخ وجاهر الله يجزاك خير ومن يقول الشيخ ما شاء ابو جابر ما طمنت نظراتك والله يا اخوي والله العظيم اني قلتها لها اليوم يوم مشينا قلت والله يمد ما ضحكت ما ضحكت هلا والله انت ما وصلت الا يريد يقول مديك لي اسمع عيونه لا الله يجعلني في ذاك عطنا اللي نسولف معهم وكذا ولا ودي احكم عليك ولا تحكم علي ما بزن ما حد فات مستوانا ضايعين فيها خلنا نشوف خلنا نشوف هي من الفيديو وانا داخل مع واحد سبحان الله جاي من الله السلام عليكم وعليكم السلام صبحكم الله بالخير كيف الحال شو اخباركم النور مرحبا يلا حيهم كيف الامور والله الحمد لله اخبارك والله بخير كيف امورك عساك طيب مرحبا بك نواف كيف حالك الله يعافيك طال عمرك يا ولد انا قد دخلت معك انت كنت بث يا البرنامج الاسود اي عادي قله ما لعب التشفير هناك محمد بن جابر نواف يمكن نعم الله سعد نعم الله حاتم نعم ونعم والله ونعم ونعم حل حل علومك حاتم والله بخير علومك انت ساك طيب
كيف امورك؟ عساك طيب؟ والله ابشرك. منو؟ يلا حيه. اي وين دعينا؟ طول الرابع يا اخوان. يا ابوي طفرت قستات الصبح. اما كذا؟ تبلد والله. والله طفره ما في احد. سعد مسافر؟ الحمد لله. وين رايح؟ ايطاليا. ما شاء الله تبارك الله. سلام. اظن ما قلت نكته يا اخواني. لا انا ضحكت على الكومنت. يا سلام. سعد ما علمتنا القهوه هذه وش؟ هذه في 16 اثيوبي اللي يبغى يعني قهوه يجي فيها مره شويه ترى افضل. هذه مجففه ولا وش؟ لا لا هذه فيها نفس مو نفس ثقيل سمبوسه هي. اصبر اصبر. هذه الاثيوبي ما يجي فيه مجفف اتوقع، ما يجي فيه مجفف، الكولومبي بس اتوقع. يعني ما متاكد يعني ما لك خبره في المجال. لا ما 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 يجي فيه، ما يجي فيه الاثيوبي مجفف. شوف تبغى تطلع من القهوه تشوف هي حلوه ولا ما هي حلوه. ايه تسوي زي طريقة تنقص. شوف كذا يا ابوي جغمت والديها على طول ما مداك. لا جغم، اذا سويت زكية وتحسيت حنوكك من هنا ولسانك تحس فيه حموضية كذا مرة مرارة، فهذه القهوة الصالحة الكارثة. اما تشرب قهوة فيها موية كذا غلط. صح غلط. اي والله. كم قهوة في اليوم استاذ سعد؟ سم كم قهوة في اليوم تشرب؟ في الصباح وفي المساء اللي ما كثر فيها. القهوة ذوق وليست حوك. اوه اضرب 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 عم المقال كله. فهمت معي؟ فاذا جاتك القهوة ايضا شوف تركيز نقطة مهمة والله. في كافيهات هنا في الرياض بس مستحيل اعلن عنها اللي تعطيني فلوس. هنا انا دائما احب اروح لها. اذا شربت القهوة فهمت معي وعنده يمكن افضل انواع الحلا وشربت القهوه هذه ولا جالك شف يعني ما تبغى حلا بس تبغى القهوه فدرنا قهوتك كارث. فهمت؟ اي فاهمك. او والله اما الحوار تكلم وانا صادق جد لانك القهوه والله اني فاهم القهوه اذا جت كارثة كارثة ما ودك انك تاكل حلا عشان ما يغير ايش اسمه يغير الذوق. فهمت عليك؟ صح والله اقسم بالله. وفي بعض الكافيهات تطلب قهوه ودك